يسعد مساكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم عبر قناه كويت سبورت من تلفزيون دوله الكويت وبالتحديد في برنامج ما بين السطور البرنامج الرياضي الاخباري اليومي اللي يسلط الاضواء على جديد الصحافه الرياضيه لهذا اليوم سواء كانت محليه وعربيه وعالميه. فبلا شك عندنا اخبار كثيره وصحفي قدير راح يكون متواجد بعد قليل ويانا. ننطلق وياكم مع ابرز العناوين. في صحيفة القبس نبدأ بهذا العنوان: الأزرق يواصل تدريباته. وفي الأنباء جاء فيها: استقالة بنيان والسلامة من الجهاز الإداري للقادسية. وفي جريدة الجريدة: نادي الجهراء يستغني عن دملي والكويت يفاوض. نبدأ جولتنا المحلية مع أبرز ما طلعتنا به صحيفة القبس بهذا العنوان: الأزرق يواصل تدريباته. واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية على ملعب المرحوم عبد الرحمن البكر باتحاد الكرة، وذلك ضمن تجمعه الحالي لخوض بعض اللقاءات التجريبية استعدادا لاستئناف التصفيات الآسيوية الموحدة. وحدد الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب الوطني تامر عناد ثلاثة لقاءات مع فرق محلية يكون أولها الخميس المقبل أمام النادي العربي، ومن ثم الثلاثاء أمام الكويت، وأخيرا الجمعة في 9 أكتوبر أمام فريق نادي السالمية، وذلك عوضا عن إقامة معسكر خارجي كان مقررا في الإمارات خلال الفترة ما بين 5 وحتى 13 أكتوبر المقبل. مرة أخرى نعود إليكم فيما بين السطور، وقبل التعمق أكثر في صحفنا المحلية خلونا نرحب عبر تطبيق زوم بالناقد الرياضي والأستاذ الصحفي بصحيفة السياسة الزميل سطام السهلي للتعليق على بعض الأخبار الواردة لهذا اليوم. تحية لك أبو علي. سطام السهلي تسمعني؟ سطام أبو علي سامعك. حلو، انا سامعك داخل الاستوديو، انت تسمعني عشان اكمل السؤال وياك. اوكي، انا ترى سامعه بس هو الظاهر للحين مواصلة صوتي. فاحنا راح نتكلم حاليا عن استعدادات المنتخب الكويتي عبر خلينا نقول المباريات التجريبيه اللي راح تقام، عوضا عن خلينا نقول المعسكر الخارجي. فاحب ارجع حق سطام. سطام تسمعني؟ سامعك. نعم تمام، حياك الله فيما بين السطور ولأول مرة ألتقي فيك عن بعد. حياك الله ورحب فيك وسعيد اليوم بالتواجد معاكم وشاكر لكم على هذه الاستضافة. حبيب علي سطام، شلون تشوف أجواء تدريبات خلينا نقول منتخبنا الوطني الأول بعد ما انطلقت يعني مؤخرا من قبل أيام؟ والله شوف، يمكن قبل يومين أعلن المدرب الوطني تامر عناد عن الاسماء المنضمه للمنتخب، يمكن كانت هناك اسماء جديده بشكل كبير تتابعها وشافها يعني، وابدت يعني ارتياح ان في وجوه اللي قدمت مستوى جيد الفتره الماضيه. حلو. اعتقد اليومين الماضيين كان هناك استعداد على ملعب الاتحاد، ملعب البكر، لخوض التصفيات قبل انطلاقه المعسكر الخارجي. نعم. لكن الى الان لم يتضح الصوره بخصوص المعسكر الخارجي، اعتقد الامور صعبه شوي ان يغادر منتخبنا الى الامارات ويخوض معسكر. شنو الاسباب ابو علي بهذه الصعوبه؟ شنو، هل في امور يعني خارجه عن اراده الاتحاد؟ اي نعم، الى الان اعتقد الاخوان بالاتحاد الكويتي لكره القدم قدموا كتاب لوزاره الصحه من اجل استثناء اللاعبين بعد عودتهم معسكر خارجي. نعم. من حجر اسبوعين، اعتقد لم الى الان ما في موافقه. نعم. اعتقد اليوم او بالكثير يعني غدا ستتضح الصوره.
اذا ما حصلوا استثناء اعتقد الاخوان في الجهاز الفني او اللجنه الفنيه سيكتفون في معسكر وتجمع داخلي في هذه الفتره، خاصه انت مباريات الوديه حتى اصبحت صعبه الفتره القادمه. لذلك اعتقد يعني ممكن الاكتفاء في معسكر داخلي وتجمع هو الاقرب. سطام خليني اوقف عند نقطه وايد مهمه يمكن الشارع الرياضي يخفى عنها، هل في الفيفا داي من الممكن او من الاجبار خلينا نقول على اتحاد اي كره انه يلعب مباراه فيفا داي، ولا مثل ما يحصل الحين مع منتخبنا الوطني لاسباب يعني خارجه او لظروف استثنائيه يسوي له معسكر داخلي ويتبارى مع فرق داخليه محليه؟ لا لا، شوف الفيفا داي هو ما يجبرك خلال مباريات وديه، الفيفا داي يجبرك المحترفين اللي مشاركين مع المنتخبات انهم يغادروا للمشاركه مع المنتخبات الوطنيه في اي مكان. لكن الحاله اللي تمر فيها كره القدم على مستوى العالم هي حاله استثنائيه، الكل يعلم ان جائحه كورونا ضربت سواء بالاتحاد الدولي، الاتحاد الاسيوي، والاتحادات الاهليه. صحيح. الكل يعني اليوم نتكلم هذه الحادثه يعني الجميع متضرر منها، ليس فقط منتخب الكويت. نعم. شفنا اجل تصفيات كاس العالم الى شهر 3، وقد تؤجل ايضا الى ما بعد شهر 3. يمكن اليوم منتخبات قاعده تحاول تجمع، شفنا ما حصل في دوري ابطال اسيا. صحيح. خروج حامل لقب الهلال. نعم. بسبب فيروس كورونا، يعني اعتقد هذه اكبر حادثه انك انت توقع غير متوقع. لذلك انا اعتقد الظروف صعبه، لا 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 ننكر هذا الامر. حلو. لكن الاتحادات سواء المحليه او القاريه تعمل باجتهاد من اجل ايجاد مخارج او ان تقابل البطولات. ايضا لا تنسى ان الكويت تستضيف كاس اسيا للصالات في صح. مقرر لها في شهر نوفمبر او ديسمبر. نعم. الى الان يعني ما اتضحت الصوره بعد، لذلك الظروف اعتقد انها لا تساعد بشكل كبير. يعني الرزنامه الرياضيه ما بين جزر ومد، ها مو عارفين ياخذون. نعم. ما بين تاجيل والغاء. يعني هذا الواقع اللي قاعد نشوفه ونتلمسه. لذلك اعتقد الغالبيه من المنتخبات نعم ستكتفي في الاعداد الداخلي ومحاوله خوض مباريات، يعني نقدر نقول اقرب الى تجمع ليس معسكر، اي تجمع داخلي. جميل. يكون هناك. اروح الى سؤال ولو انا احتاج اجابتك بشكل سريع على التوليفه او الاختيار اللي قام فيهم الكابتن ثامر عناد، هل في عناصر راح يركز عليهم من الاسماء الشابه نقول الجديده مع المنتخب الوطني؟ والله شوف، اول شيء انا يعني احيي ثامر عناد على هذه الفكره، استغل. نعم. هذه الفرصه التصفيات تاجيلها لشهر 3 واقامه تجمع في شهر 9، لذلك اعتقد ثامر اعطى فرصه عدد كبير من اللي برزوا الموسم الماضي والموسم التجمع اللي طلع قبل شهر ونص. صحيح. لذلك هو يعني هذه فرصه للاعب، لاعب يثبت وجوده في المنتخب، خلال يمكن ما يقارب 16 الى 15 اسم لاول مره ينضموا للمنتخبات، طبعا المنتخب الاول الفتره الاخيره غير بشكل كبير، هي فرصه للاعب عليه ان يثبت وجوده حاليا. صحيح. لكن لا تزال يعني تقول لي من يعتمد عليه، لحد الان ما شفناهم بالمباريات او شفنا التشكيله اللي بيعتمد عليها، اعتقد نحتاج مباراه مبارتين. نعم. عندك ساعه تتضح الصوره بشكل اكبر. جميل. خلونا نروح ونفتح صحيفتنا الثانيه من صحيفه الانباء ونقرا من خلال هذا العنوان. استقاله بنيان والسلامه من الجهاز الاداري للقادسيه. قدم مدير الكره بنادي القادسيه ناصر بنيان ونائب رئيس الجهاز خلف السلامه استقالتهما من الجهاز الاداري رسميا، وذلك لظروفهما الخاصه. وقال بنيان ان ارتباطي بمهام عملي بوزاره التربيه خلال الفتره الحاليه التي تشهد عملا كبيرا في التحول الى التعليم الالكتروني يقف وراء قراره. واضاف انه تقدم باستقالته قبل اسبوعين، مشيرا الى ان مجلس اداره النادي تمسك ببقاء قبل ان تتم الموافقه على طلب الاستقاله. فعلا الظروف الاستثنائيه تغير امور كثيره، ومن يتوقع استقاله خلينا نقول خلف السلامه والكابتن ناصر بنيان من القادسيه بهذا العمل اللي قاعد يقومون فيه وترتيب اوراق نادي القادسيه عن بعد، والان يبتعدون ايضا لاسباب كثيره، وهي خلينا نقول التعليم مثلا عن بعد للكابتن ناصر بنيان متمثل في وزاره التربيه، وهذا قرار على قولتهم غصبا عليه اتخذ، ايضا يمكن سبب خاص لكابتن خلف السلام. فبتكلم ابو علي سطام السهلي، استقاله مدير الكره بنادي القادسيه وتاثيره على استعدادات الفريق حق الموسم المقبل اللي هو يعني مشارف على الابواب. والله شوف، بلا شك يمكن استقاله ناصر بنيان هي خساره للجهاز الاداري او الفريق نادي القادسيه،
ناصر بنيان من الكفاءات الإدارية والتربوية المشهود لها في الرياضة الكويتية بشكل صحيح. كبير. أيضا خالد السلام أعتقد كان له تصريح الموسم الماضي يقول أنا قدمت من أجل موسم واحد فقط. نعم. لكن أعتقد القادسية يمكن إداريا شفنا الموسم الماضي هناك عدد كبير من التغييرات ما يتأثر بشكل كبير فنيا داخل الملعب، وأنا أعتقد في أسماء طرحت الفترة الأخيرة. صحيح. حسين فاضل من الأسماء القوية اللي أنا أتمنى له التوفيق إنه يقود القادسية لنا. نعم. لديه خبرة يمكن قبل موسمين كان مدير منتخبنا الأولمبي. ايضا بدر جمعه من الاسماء اللي طرحت، عدد نهير الشمري ايضا من الاسماء المطروحه. نهير الشمري اسم كبير يعني حتى صحيح. في الاداره واللاعبين وقربه من خبرته تراكم مواسم كثيره صحيح. لذلك اعتقد هي قرار مجلس الاداره اعتقد سيتخذ خلال يومين. انت تشوف في اسم معين راح يكون قريب ولا من الاسماء المطروحه واللي ذكرتها انت حسين فاضل نهير الشمري؟ والله بدر اعتقد جمعة. بين الاسماء الثلاثه بدر جمعه حسين فاضل نهير الشمري يعني اعتقد هاي الاسماء اللي بقوه مطروحه. حلو. وخلف سلامه في سبب خاص ولا بس على تصريحه انت ماشي؟ والله لا والله على تصريحه، انا اللي عارف انه خلف سلامه له تصريح اني انا جاي موسم وبمشي، لكن كسبب خاص نعم. ما عندي خبر. الله يوفقك أكيد كابتن خلف وناصر في وجهتهم القادمة إن شاء الله. أروح حق السؤال الثاني، تشوف القادسية قادر على العودة إلى منصات التتويج خلال الموسم القادم خاصة ابتعد عن البطولات أو تحقيق البطولات في هذا الموسم؟ ممكن القادسية ابتعد عن تتويج في البطولات المركز الأول، لكن لم يبتعد عن المنافسة، موجود في المراكز الثلاثة الأولى، وصيف الدوري لا يخرج بسهولة من الكؤوس، لذلك اعتقد صعب ان نقول القادسيه ابتعد عن منصات التتويج، هو موجود منصات التتويج. صح. لكن عوده القادسيه بقوه للظفر في المحصله الاكبر من البطولات هذا هو السؤال. القادسيه يملك نجوم، يملك لاعبين، يملك محترفين، القادسيه منافس شرس في كل المواسم الماضيه، واعتقد منافس شرس هذا الموسم بقوه يعني مو ما تستهين بالقادسيه. سطام دام احنا قاعد نسولف عن القادسيه عندك اخبار من هنا وهناك، انا اعرفك ما شاء الله شاطر وتجيب الاخبار على قولتهم يعني في محلها، في اخبار لنجوم القادسيه الكبار المخضرمين بانهاء موسمهم او ابتعادهم او اعتزالهم عن الفريق؟ لا لا اعتقد شفنا بدر مطوع يمكن بتدريبات المنتخب موجود. نعم. عدد كبير من اللاعبين، سيف الحشام موجود، يعني غالبيه اللاعبين موجودين، ممكن اللي يعني سمعنا اعتزاله يعني ممكن اللي ابتعد صالح الشيخ، لكن ما اعلنت بشكل رسمي. حلو. لذلك ننتظر الفتره القادمه. طيب. لكن اعتقد القادسيه مستمر في نفس لاعبين الموسم الماضي مع تعطيهم بعض المحترفين. حلو. خلونا نواصل ايضا مع صحفنا المحليه ونقرا ما كتب في جريده الجريده بهذا العنوان. نادي الجهراء يستغني عن ديمبلي والكويت يفاوضه. دخل المحترف السابق لنادي الجهراء لكرة القدم الإسباني ديمبلي في حسابات نادي الكويت، حيث باشر اللاعب أمس الأول تدريباته مع الأبيض تمهيدا للتعاقد معه إذا نال استحسان الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي رود كرول. وكان الجهراء استغنى عن اللاعب الذي يجيد في مركز الجناح الأيمن وخلف المهاجمين في ختام الموسم بداعي تدني مستواه وعدم قناعة المدير الفني للفريق الصربي ميلكوفيتش بقدراته. من خلال متابعتك حق ديمبلي والمستوى اللي قدمه في نادي الجهرة، فعلا تشوفه مناسب أن ينضم إلى صفوف نادي الكويت؟ اللي خل أكون واضح أكثر ونقطة يمكن مهمة ويمكن أيضا الأخوان ملتفتين فيها في نادي الكويت بهذا الجانب، الإعلام أو الإعلام والإعلان للمحترفين لما يبونهم نادي الكويت بالسي في الكبير اللي قاعد يقدمونه ما قاعد نشوف المردود الفني العالي داخل الملعب باستثناء لاعب إلى لاعبين من الخمس محترفين اللي قاعد يجيبونهم من غير ذكر أسماء لأن كل واحد له رأيه الفني في كذا لاعب. فهل ديمبلي راح يخوض مع الكويت الموسم القادم كمحترف شرس يفيد نادي الكويت؟ اعتقد وقع مع نادي الكويت بشكل رسمي. رسمي حلو. يمكن ديمبلي شفنا اي نعم وقع امس معه بشكل رسمي، واعتقد راح يقدمونه يوم الاربعاء. جميل. في مؤتمر الصحفي اللي اعلنه رئيس النادي السيد خالد القانم. حلو. وديمبلي يمكن شفناه مع نادي الجهره الموسم يمكن قبل الماضي كان بشكل مميز. نعم. واعتقد المدرب ابدى رغبته في ضم اللاعب يعني حسب ما وصلنا انه كان ايضا رغبه المدرب كذا. ايضا نادي الكويت ضم المدافع التونسي رام البدوي بشكل رسمي. تمام. مدافع لعب قلب دفاع اي نعم من تونس، اعتقد بعد هذا اعلنوا عنه او كان في شبه اعلان رسمي، ولكن المعلومات الرسميه انه
وقعوا معاه أمس يعني بالشكل الرسمي سيكون مدافع. كم عدد الحين اللي وقعوا وياهم أو الرسميين عندهم من المحترفين؟ الحين أربعة بعد ما مشوا المحترفين العراقيين، أعتقد رام البدوي من تونس، ديمبلي بالإضافة إلى جمعة سعيد بالإضافة إلى سيكو، لذلك أربعة محترفين. أيضا أعتقد بيبحثون عن محترف خامس، يعني يمكن دائما نقول نادي الكويت من الأندية اللي ما تجامل في ملف المحترفين. نعم. المحترف قدم مستوى يستمر، ما قدم صحيح. على طول. والدليل يعني تم التعاقد مع المنتخب العراق علاء وزميله. نعم. ما قدموا مستوى انها تعاقدوا مع الرغم اللي معلومات انه كانوا طموح سنتين. صح. لذلك اعتقد نادي الكويت ما عنده مشكله في المحترفين، يعني دائما يقيس مستوى المحترف اذا جاء اول 6 شهور سنه. لذلك لا تنسى ايضا اليوم الفرق سطب، خلينا نوقف عند هذه النقطة اللي تفضلت فيها، 6 اشهر الى سنة، هل هذا القرار عند نادي الكويت ظالم بحق المحترف انك تقيمه؟ ممكن ما يمشي وياك بالست اشهر، هل هذا القرار مستعجل من قبل الجهاز الاداري والفني عند نادي الكويت؟ لا 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 لا, لا كرة القدم اليوم انا ابي محترف جاهز يشيني، ما ابي محترف انطر عليه سنة سنتين. نعم صراحة اقول لك اياها. حلو. الاستثمار في المحترفين موضوع جانب اخر، والمحترف اللي فيني البطولات موضوع جانب اخر. اذا انت تبي محترف تجيب محترفين صغار تضمهم بالقائمه عندك، ممكن تبيع على انديه ثانيه تستفيد ماديا. صحيح. تعطيه فرصه انه يلعب في الدوري، يعني احد الدوريات الخليجيه، يعني هذا في بعض الفرق تطبق السياسه هذه. نعم. لكن اليوم على المنافسات لا، انا احتاج محترف جاهز يكون اول اسبوع ثاني اسبوع ثالث اسبوع بالكثير مندمج مع الفريق ويعطيني الفارق. اما ما تعطيني الفارق انا ما اعتقد انك اليوم محترف. حلو. هل الكويت ينقص مركز معين للمحترف الخامس انه يضمه؟ والله شوف، الكويت اعتقد قلب الدفاع، الكويت لازم انه يكون يعني اقوى خاصه اذا عنده سطام. كنت تقول حق حسين حاكم اعتزل؟ والله لا، والله ابو علي بالعكس يؤدي لحد الحين، لكن انا اقول لك انت تقول لي شنو ناقص. انا اتوقع اليوم الكويت عنده يوسف ناصر، فيصل زايد، زنكي بالاضافه جمعة سعيد في خط الهجوم. الوسط عنده سيسيكو، عنده عدد كبير من اللاعبين المحليين، طلال فاضل. بالاضافه الى شريده، عدد كبير مشاري العازمي، يعني اكيد راح يكون التركيز على خط الدفاع. حلو. وهذه النقاط اكيد في محلها، واكيد الاخوان في الجهاز الاداري الفني في نادي الكويت يقومون في هذا المجال. شكرا سطام لساليب وعلي على تواجدك اليوم ويانا في ما بين السطور، وارائك اللي دائما استمتع فيها شخصيا. شكرا لك، ونلتقي ان شاء الله في حلقات قادمه. شكرا طال عمرك. بعد الانتهاء من جولتنا المحليه لهذا اليوم، نذهب لاستطلاع الصحف العربيه مع ابرز العناوين. نبدأ صحافتنا العربية مع الجزيرة السعودية. قمة سعودية جديدة تجمع النصر بالأهلي وبختكور الأوزبكي ضد بيرسبوليس الإيراني. وفي الراية القطرية، يد الحيل والوكرة إلى نهائي كأس قطر. وفي الأيام البحرينية، الحد ينشد استعادة الصدارة عبر نقاط الحالة. حياكم الله مرة أخرى فيما بين السطور، أولى صحفنا العربية من الجزيرة السعودية. قمة سعودية جديدة تجمع النصر بالأهلي وبختكور الأوزبكي ضد بيرسبوليس الإيراني. فرضت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لدول الغرب 2020 مواجهة سعودية جديدة، عندما أوقعت النصر والأهلي في مواجهة لبعضهما، بينما يلتقي بختكور الأوزبكي بفريق بيرسبوليس الإيراني يوم غد الأربعاء. وهذه هي المرة الثانية تواليا التي تشهد هذه النسخة مواجهة سعودية مباشرة، حيث كان النصر قد التقى بالتعاون في دور 16 وفاز بهدف، والآن يواجه الأهلي الذي تأهل لهذا الدور بعد فوزه على شباب أهلي دبي بركلات الترجيح. والله بغيناها يعني من كل طرف سعودي، ويوصلون إلى المواجهة في مرحلة أخرى غير يعني نصف النهائي، يوصلون النهائي ثم يتأهلون أكيد إلى المجموعة الأخرى. على العموم نتمنى التوفيق للفرق السعودية في هذه البطولة بعدما رحل الهلال بأسباب خارجة عن إرادته. صحيفتنا الثانية ستكون من الراية القطرية.
يد الدحيل والوكرة إلى نهائي كأس قطر. تأهل فريق الدحيل والوكرة إلى نهائي كأس قطر لكرة اليد، وذلك بفوزهما على السد والعربي أمس في مباراتي نصف نهائي البطولة الغالية على صالة الدحيل الرياضية. وفي المباراة الأولى تمكن الدحيل من إقصاء السد حامل اللقب، أما في مباراة نصف النهائي الثانية فقد تمكن الوكرة من الفوز على العربي، وشهدت مباراتان نصف النهائي مستوى فنيا جيدا من الفرق الأربعة. منه ما يستمتع في الدوري القطري لكرة اليد، خاصة بعد تميز المنتخب القطري بهذه اللعبة، فبلا شك الأندية القطرية تقدم مستوى جيد وعالي المستوى، فلكل من يعشق هذه الرياضة يتابع فعلا هذه البطولة. نذهب إلى ثالث صحفنا العربية وهي الأيام البحرينية. الحد ينشد سعادة الصدارة عبر نقاط الحالة. يحتضن استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة مساء اليوم اللقاء المرتقب المؤجل الذي سيجمع الحد والحالة ضمن منافسات الجولة 16 من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، ويعتبر لقاء الفريقين تحت عنوان مفترق طرق كون نتيجته سيحدد مصير مسارهما. فالحد صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة يرى بأن الطريق فتح له من جديد من أجل استعادة صدارة الدوري، فيما الحالة صاحب العشر نقاط هو الآخر يحتاج إلى معجزة لتغيير موقعه والابتعاد عن شبح الهبوط. هذا كل ما لدينا من أخبار محلية وعربية، ولكن تبقى لدينا الصحف العالمية بأبرز العناوين نتابع. نبدأ مع الصحافة العالمية بالغارديان. روبرتسون يكسر رقم أرنولد. وفي صحيفة الموندو الإسبانية، فاتي يجبر بلوغرانا على التحرك. وفي صحيفة توتو سبورت، خضيرة يعاند السيد العجوز. نستهل جولتنا العالمية من صحيفة الغارديان. روبرتسون يكسر رقم أرنولد. سجل ظهير ليفربول أندي روبرتسون هدفا في مرمى أرسنال خلال مباراة الفريقين على ملعب الأنفيلد، والتي انتهت بثلاثة أهداف لهدف لمصلحة الريدز في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات أوبتا، فإن روبرتسون سجل وصنع أهدافا في سبع من آخر ثمان مباريات لفريقه ليفربول بالدوري. وأضافت الشبكة أن روبرتسون ساهم بشكل مباشر في تسجيل 33 هدفا بالبريمير ليج منذ مباراته الأولى مع ليفربول في أغسطس من عام 2017 بواقع 4 أهداف و29 تمريرة حاسمة، وهو أعلى عدد من الأهداف التي يساهم فيها مدافع واحد بالمسابقة خلال الفترة ذاتها، يتفوق روبرتسون على زميله أرنولد. هني التفوق احنا اللي نقول حق فريق ليفربول، هني نقول المنافسة ما بين الظهيرين اليمين واليسار، كل واحد يقول الزود عندي، كل واحد يسجل وكل واحد يصنع، وبالنهاية الفائدة ترجع إلى فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني كلوب. نذهب من بعد هذه الصحيفة والخبر عن روبرتسون إلى صحيفة الموندو الإسبانية. فاتي يجبر البلوغرانا على التحرك. يسعى برشلونة لتجديد عقد نجمه الشاب أنسو فاتي بعد تألقه ضد فياريال بالليغا بتسجيل هدفين والتسبب في ركلة جزاء. وكان فاتي قد جدد عقده في ديسمبر الماضي حتى 2022 مع خيار التمديد لعامين آخرين، وتم رفع الشرط الجزائي حينها من 170 إلى 400 مليون يورو. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة البلوغرانا سيتعين عليها مراجعة عقد اللاعب عاجلا وليس آجلا، وهو ما سيعني تجديده مرتين في أقل من نصف عام.
تحركوا بسرعه، ميسي هوش لكم وقعد، ولا تغلطون غلطتكم السابقه يا اداره برشلونه مع الكنتارا، تياغو الكنتارا اللي راح 18 مليون حق يعني بايرن ميونخ، دفعوا الشرط الجزائي، زيدوا ما وراكم شيء، جددوا العقد وزيدوا الشرط الجزائي، اموركم بالسليم. بعد عندكم واحد وعمره 17، كنا ميسي الجديد جاي بس على اسمه غامض. على العموم بالتوفيق لبرشلونه في المرحله الجديده القادمه. نذهب الى صحيفه اخرى، صحيفه توت سبورت، والى هذا الخبر. خضيره يعاند السيده العجوز. اكد تقرير صحفي ايطالي ان الالماني سامي خضيره لاعب خط وسط يوفنتوس رفض الاستجابه لرغبه اداره البيانكونيري. وبحسب شبكه سكاي سبورت فان خضيره لا ينوي الرحيل قبل نهايه عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل ما لم يتلقى راتبه المتبقي بالكامل. وأضافت رغم المفاوضات لوكيله لم يتمكن اليوفي من إقناع خضيرة بالتخلي عن أي شيء من راتبه السنوي البالغ قيمته 6 ملايين يورو. ويسعى يوفنتوس لتقليص خسائره المادية بفسح عقود لاعبين مثل إيغواين وماتويدي اللذين انضما لصفوف إنتر ميامي الأمريكي. ما تبوني وست ملايين عندي ست ملايين ست ملايين تبونها كذي هدهم؟ الموضوع مو بيدي ولا بيد حتى اي واحد. على العموم كل التوفيق ان شاء الله الخضيره في وجهتي سواء مع البيانكونيري كبقاء او حتى رحيله عن نادي الى نادي اخر. وصلنا الختام فيما بين السطور، الشكر لكل من كان معنا في هذا التوقيت من برنامج ما بين السطور. الوعد باكر، مع السلامه.